دوامة العنف تعود مجددا لأحياء تعز في معارك يدفع فيها الأبرياء ثمن السلاح المنفلت والقوات غير النظامية. ما وراء هذه الأحداث؟ ومن يتحمل المسؤولية الآن فيما يحدث في تعز؟ أهلا بكم. أصيب عدد من المدنيين في المواجهات الدائرة في مدينة تعز بين قوات الحملة الأمنية وعناصر خارجة عن القانون. هكذا يتم اختزال مأساة تعز، مراوحة الحملات بين الفينة والأخرى وتناقض القرارات حولها من تعليق وإعادة تحريكها دون إتمام عملها كليا، ليضيع المدنيون من الحسابات وتستمر حالات الانتهاكات في مدينة تركت بعد تحريرها لتعيش دوامة العنف، فيما يتم مقايضة جماعات العنف بالامتيازات السياسية والصمت الرسمي تجاه ما يحدث. هل لتوقيت هذه الأحداث علاقة بمقدم المحافظ؟ لماذا يتم إعادة إنتاج وجوه جديدة للجماعات المتطرفة؟ وهل يراد لتعز أن تبقى رهينة العنف والفوضى؟ بعد أقل من أسبوع على عودة محافظها الجديد، تعز تعود إلى مربع العنف والملشنة والفوضى بوتيرة عالية، وبذات الطريق والأدوات التي جردت فيها عدن من مدنيتها وتحريرها وودعت بها سلامها المعهود تفعل تعز اليوم. نتيجة لصراع الدولة واللا دولة بين القوات الحكومية والميليشيا المناوئة للحكومة المدعومة من الإمارات، معارك عنيفة دارت خلال اليومين الماضيين على إثر حملة أمنية انطلقت باتجاه المدينة القديمة التي يتمركز فيها مسلحون خارجون عن القانون يتبعون كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً. سيطرت فيها القوات الأمنية على أجزاء كبيرة من المدينة وشارع الدائري. تقول المصادر المحلية إن الحملة الأمنية التي انطلقت لفرض سيادة القانون ووضع حد للاغتيالات والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون باستمرار هناك، تعرضت لرد من قبل مسلحي أبو العباس بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهون والصواريخ الحرارية. نشر مسلح أبو العباس القناصة في المنازل واستهدفوا المدنيين، ما أدى إلى مقتل نحو 7 مدنيين وجرح آخرين. الله يا رب يا رب يا رب يا رب. قصف كتائب أبو العباس المدعومة من الإمارات تسبب أيضا في إشعال حرائق في عدة مواقع ومبان بالمدينة، نزوح للأهالي وذعر وقتلى وجرحى من المدنيين وقوات الجيش، وتراشق إعلامي حول المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع في تعز، في ظل صمت لقيادة الشرعية التي لم تتخذ أي موقف واضح حيال الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تغذيها أبو ظبي. المركز الإعلامي الأمني أكد في بلاغ صحفي صادر عنه انسحاب الحملة الأمنية من المواقع التي قال إنها طهرتها تنفيذاً لتوجيهات المحافظ شمسان الذي شكل لجنة للإشراف عن استلام العناصر المسلحة المطلوبة وإزالة النقاط المستحدثة ورفع المسلحين. مصير مجهول ينتظر تعز التي تقف على شفا حفرة الفوضى والعنف الذي يهدد ما تبقى من سلمها وأمنها ومناطقها المحررة. الحملات الأمنية تتوقف كل مرة قبل تحقيق أهدافها بفرض هيبة الدولة في ظل استمرار الاغتيالات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، مسؤولية تبحث عمن يتحملها في تعز في الوقت الذي تنشغل القوى السياسية بالتراشقات والاتهامات المتبادلة، وفي ظل توارد الأنباء عن انسحاب المسؤول الأول عنها المحافظ شمسان وتقديم استقالته. ماذا تحمل الساعات القادمة لتعز الثورة والجمهورية؟ وكيف يراد لها أن تكون؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. أهلا بك. إذن دعنا نبدأ من آخر الأحداث وهو تقديم محافظ المحافظة استقالته وعدم قبول الرئيس هادي بها وتكليفه بمزاولة عمله، كيف تعلق على هذا؟ بطبيعة الحال أنا باعتقادي حتى مثل هذه المعلومة هي معلومة غير مؤكدة حتى الآن، يعني ظهرت على النشرة الرئيسية في 9 اليوم في قناة اليمن لكن أنا بحسب ما لدي معلومات يعني لم تكن مؤكدة حتى، ولم أشاهد أيضا حتى هذه الخبر. لكن في المجمل انا باعتقادي ايضا انه حمله امنيه هي قامت بطلب رسمي من المحافظ، هو الذي ادار الحمله. نعم. باعتباره المحافظ واعتباره أيضا رئيس اللجنة الأمنية العليا، هو الذي أصدر الأوامر وهو الذي أوقف هذه الحملة، وبالتالي أنا باعتقادي قضية الاستقالة هي تأتي في إطار
ايضا الحمله المضاده للحمله الامنيه، واعتقد انه رضوخ المحافظ للضغوطات التي وصلته لايقاف الحمله، انا باعتقادي هذا فشل كبير واختبار حقيقي لقدرات المحافظ منذ اول اختبار له بعد اسبوع من عودته الى المحافظه. انا باعتقادي هذه ليست بادره جيده بالنسبه لاداء محافظ في وضع معقد وظروف امنيه بالغه السوء في المحافظه. باعتقادي ايضا انه اذا كان هناك اي اخطاء فهي اخطاء بطبيعه الحال تحصل في اي عمليه، ممكن ان تحصل في اطار انه هناك جماعه مسلحه متمرده وارهابيه تحوي عناصر مطلوبين امنيا وارهابيين يحتمون بالمدنيين في المدينه، وبالتالي سيكون من الطبيعي جدا ان تحصل بعض الاخطاء في اثناء المعارك والتمشيط لهذه المناطق، وبالتالي انا باعتقادي لم يكن جيدا رضوخ المحافظ للاصوات التي رفعت من او الاصوات التي تتستر خلف هذه الجماعات وتستخدمها كورقه سياسيه في تصفيه حسابات سياسيه مع اطراف سياسيه لا علاقه لها بالجيش ولا علاقه لها بالامن في المحافظه. نعم استاذ نبيل، يعني الحديث عن الانفلات الامني في تعز لم يعد جديدا، وكذلك الحملات الامنيه، لكن ربما جزء من المشكله ان الفوضى باتت امر مالوف في تعز، اين مكمن المشكله بالضبط برايك؟ مكمن المشكله هو ما نلاحظه في هذه العمليه، انه تقوم هناك حملات امنيه يعلن عنها بشكل رسمي وتكلف بشكل رسمي، و بمجرد أن تبدأ الحملة حتى نسمع الحكومة التي قامت بهذه الحملة تستجيب لأصوات الناشطين في الفيسبوك وناشطين معروفين أيضا بتوجهاتهم وخدمتهم لأهداف غير وطنية ولا أهداف أيضا تستقيم مع مصلحة المدينة واستقرارها وأمنها، وبالتالي مثل هذه استمرار هذا الانفلات الأمني هو نتيجة طبيعية لعدم اكتمال القبضة الأمنية في المدينة وتصفية البؤر والمناطق التي يحتمي بها بعض المطلوبين أمنيا في المدينة القديمة وغيرها. نعم، إذن في المواجهات خلال اليومين الماضيين سقط فيها عدد من المدنيين وتم ترويع الأهالي، هناك من يتساءل لما لا يتدخل الجيش لحماية المدينة وأيضا تأمين المدنيين؟ طبعا الجيش أيضا والأمن هو الذي يقوم بهذه العملية بحسب تكليف المحافظ له والسلطات الرسمية في المحافظة، وبالتالي الجيش موجود وهو الذي يلاحق هذه العناصر المطلوبة أمنيا والعناصر الإرهابية التي تحتمي بالمواطنين في المدينة، وبالتالي هذا حضور الجيش وهذا مهمته التي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، وبالتالي هذا دور الجيش، يعني ماذا يطلب من الجيش أكثر من ذلك؟ يعني إذن هناك من يقول بأن مشكلة تعز يعني ربما تكون داخلية وهي عدم اتفاق أطرافها الأطراف السياسية فيها، وهناك من يقول لا هي خارجية بسبب دعم بعض الدول منها الإمارات، ما هو رأيك؟ لا شك أنه الأزمة في تعز والقضية في تعز هي ذات شقين فعلا، يعني شق داخلي يتعلق بصراعات الأحزاب السياسية، هذا لا مفر من الحديث عن هذه القضية، وهي قضية أيضا تتعاطى أيضا بأبعاد خارجية واضحة، هناك أطراف كجماعة أبو العباس كجماعة تتفق مع أبو العباس وأحزاب سياسية تنظر لها أبو العباس على أنه جناح سياسي أو عسكري لها وترتبط بأجندات مشبوهة كتلك التي رأيناها في عدن وفي مناطق محررة من قبل تحالف مع الإمارات ومشروع الإمارات في اليمن لتقسيم اليمن وتحويلها إلى كنتونات متصارعة متمزقة كما هو الحاصل في المناطق الجنوبية، وتشكيل عصابات مسلحة تنتمي للقبائل والمناطق مما يعمل على استعصاء عودة الدولة ومؤسساتها بشكل جيد وبشكل آمن في المرحلة القادمة. نحن أمام إشكالية خطيرة تتعلق بتحول بعض الأطراف السياسية إلى دمى وحوامل لمشاريع التفتيت والتقسيم وصراعات سياسية، اليوم لا أحد يستفيد من هذا الوضع سوى المشروع الانقلابي الذي يرقب بفرح كبير ما يجري في المناطق المحررة سواء في الجنوب أو في تعز أو في غيرها من المناطق، لأن المعركة توقفت وبدأ الرفاق السلاح ليتقاسمون الأوهام في مربعات المدينة في تعز وفي غيرها. نعم، والأسف الشديد يستفيد من ذلك بطبيعة الحال الحوثي، يعني يقال أن اليوم سقطت بعض المناطق في يده.
بالتأكيد أنه تشتت القوى الشرعية وسوء إدارة الشرعية بالأساس، وتنافر الأطراف، التشاكس وتخاصم الأطراف المفترض أنها حاملة للشرعية أو المطالبة بعودة الشرعية، لا يخدم سوى المشروع الانقلابي الميليشوي ممثلة بجماعة الحوثي. وبطبيعة الحال هذا مؤشر سيء وسيء للغاية أن تصل الأمور في مناطق محررة لهذا الحال من الصراع والاقتتال. نحن كنا يعني نحبذ ألا تصل الأمور لهذه الدرجة، وخاصة أن الموضوع يتداخل فيه البعد الصراعي السياسي مع المخطط الإقليمي وبعض الأطراف في التحالف العربي، الإمارات تحديدا التي تريد أن تحرق هذه المناطق بصراعات كنتونات وميليشيات يتم تمويلها واستئجارها لأداء مثل هذه المهمة. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أحد سكان المدينة كشاهد عيان، أنيس الشاعر. مساء الخير. مساء النور سيدة. نعم، أنت أحد سكان المدينة القديمة أنيس، هلا حدثتنا ما هو الوضع هناك؟ يعني نعلم أنها تعرضت لأعمال. تفضل. عاشت مدينة تعز إلى صاحب المدينة القديم منذ مساء الأمس حالات رعب لم تعيشها منذ بداية الحرب الحوثية على مدينة تعز. حصل ضرب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، واشتباكات دارت في داخل المدينة. لم يستطع أبناء المدينة الخروج لا ليلا ولا صباحا. عشنا في رعب وخوف وقلق. هناك ضربات من مختلف الأماكن وتطويق على المدينة. نعم، إذن يعني هل فعلا كان هناك من يحتمي بالمدنيين من العناصر الخارجة عن القانون وسط المدينة؟ في الحقيقة لا يوجد أي أحد من العناصر التي تطلق عليهم خارجين عن القانون بين المدنيين. هناك عدد من كتائب أبي العباس متواجدة في مقر قيادتهم المعروف في مجمع هائل في المظفر. كانت الحملة الأمنية على أطراف المدينة تحاول الاقتحام بحجة البحث عن مطلوبين أمنيا. المدينة القديمة مكتظة بالسكان المدنيين، بالنساء، بالأطفال، بالشباب. لا وجود للعناصر الإرهابية بين هؤلاء المدنيين. إذن يعني أين ستكون المشكلة؟ يعني طالما هم سكان مدنيين، يعني ما المشكلة أن تدخل اللجنة الأمنية لتمشيط المنطقة والتأكد من عدم وجود عناصر؟ لما يعني أسميت الموضوع بأنه اقتحام للمدينة؟ هناك رد من العناصر المتواجدة الكتابة بالعباس بالقيادة، بحكم أن الضرب تم عليهم من جميع الأماكن المطلة على المدينة. في الأمس اجتمعوا وقرروا أنهم خلاص تم الإيقاف لخروج وخروج كتائب أبي العباس، تمع الشيخ عارف جامر وقائد اللواء 22 صادق سرحان ومؤمن المخلافي من ديوان الوساطة. وكانت الاتفاق على هذا الكلام، يتم خروج كتائب أبي العباس ما تبقى منهم إلى الكدحة. لكن تفاجأنا بعد خروج اللجنة بوجود ضرب كثيف ومكثف. من قبل من هذا الضرب؟ الضرب كان متبادل. احنا كمدنيين ما قدرناش نخرج من منازلنا، ما قدرناش نتحرك او نعرف. حتى في الصباح تم هناك قصف في ضرب العربيكي، ضرب المعدلات 23 في قناصه. لدينا اكثر من 3 مدنيين اصيبوا بقنص في حاله وفاه. نعم، إذن أنيس، يعني انتم كمدنيين تريدون ان تنعموا بحياه امنه، ما الذي تريدونه بالضبط؟ ما نريده هو خروج كل الفئات المسلحة سواء باسم الجيش أو الكتائب أو غيرها خارج المدينة. نريد أن ننعم بمدينة خالية من السلاح. نعم. حتى من الحملات الأمنية، الحملة الأمنية تطالب بعناصر إرهابية. نحن لا نعلم أي عناصر إرهابية تتواجد في المدينة القديم. نعم. صحيح هناك تجمعات لكتائب أبي العباس أو ما تبقى منهم في مجمع هائل، ولكن كنا نتمنى أن يتم إشعارهم وإخراجهم طالما هم تحت الجيش أو مسمى الجيش وقيادة اللواء أو قيادة المحور وقيادة المنطقة الرابعة. لماذا لم يتم توجيه خطاب مباشر وسحب القوى المتواجدة في المدينة؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك أنيس الشاعر، أحد سكان المدينة القديمة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. واسمح لنا أستاذ نبيل أيضا أن ينضم معنا العقيد عدنان الثقاف عبر الأقمار الاصطناعية وهو مقرر اللجنة الأمنية.
نائب مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة عبر من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. أهلا، مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك. ربما السؤال البديهي لما يحدث سيادة العقيد هو ما الذي يحدث في تعز بالضبط؟ ما هي أسباب هذه الاشتباكات والمواجهات؟ طبعا ما يحدث في تعز هو عبارة عن تحرك الأجهزة الأمنية، هي السلطة الأمنية تحركت بموجب قرار من اللجنة الأمنية لضبط المطلوبين أمنيا وعناصر خارجة عن النظام والقانون، مطلوبين للجهات الرسمية، تحركت الحملة الأمنية لضبطهم وحدثت مقاومة من بعض العناصر وتصدي للحملة الأمنية وحصلت اشتباكات، مما اضطرت الحملة الأمنية للرد عليهم والتعامل معهم. ما يقدر الإشارة إليه أن الحملة الأمنية هي خرجت بموجب قرار من اللجنة الأمنية وهي لها مهام أمنية لبسط نفوذ الأمن داخل المدينة، أرجاء المدينة بشكل عام، لم تخرج لشخص معين أو لمربع معين، بل هناك أي مكان، أي شخص، أي مطلوب أمنيا موجود في أي مكان في أي جهة ستتحرك له الحملة الأمنية لضبطه. نعم، هل يتم الإخطار مسبقا؟ هل يتم الإخطار مسبقا لأي أحد ترون أنه من هذه الجماعات المنفلتة بأن يسلم نفسه ويسلم سلاحه، أم يحدث الهجوم مباشرة؟ طبعا يبدأ يعلن الشخص المطلوب أمنيا، يبدأ يبلغ، يعلن، يتابع عن طريق المكان تواجده، عن طريق قسم الشرطة، عن طريق عاقل الحارة يبلغ، لكن معروف أن المطلوبين أمنيا يحتمون ومعهم أسلحة لا يستجيب للأجهزة الأمنية بسهولة. نعم، إذا شهدت المدينة موجة عنف وإحراق لمنازل وأماكن، أيضا مستودع مستشفى الروضة الذي كان به مستودع من الوقود أو مخزون من الوقود، من المتسبب بكل ذلك؟ هذا ما صرحنا به وصرحت به الأجهزة الأمنية، أن مخزون الديزل الموجود في مستشفى المظفر تم إحراقه من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون، هم أحرقوا مخزون الديزل، وهذه هي ذريعة أن الحملة الأمنية هي التي أحرقته، لكن الحملة الأمنية لم تحرق مخزون الديزل، ما تسبب به هو الخارجة عن النظام والقانون، هم الذين أحرقوا مخزون الديزل في مستشفى المظفر. نعم، إذا ابقى معنا سيادة العقيدة. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، يعني بطبيعة الحال حين تكون هناك جماعة لديها سلاح ويعني لجنة تطالبها بتسليم نفسها، بالتأكيد ستحدث اشتباكات، ولكن المؤسف أن يتم تبادل الاتهامات، هم المتسببين، هم من قتلوا، هم من يعني حتى تلاحظ أنت في هذه الآونة ربما وسائل التواصل الاجتماعي كيف تشتعل بالأخبار، لم تعد يعني جعلونا نشعر بأننا لا نعرف هذه المدينة ولا نعرف تماما ما الذي يحدث فيها من شدة الأحداث المختلطة فيها. برأيك يعني هل مشكلة تعز هي عدم ضبط هذه المسألة نهائيا؟ يعني نلاحظ ربما هذا ثالث مرة تقريبا يتم الإعلان عن الحملة الأمنية وتتوقف. بطبيعة الحال هو هذا الذي يحصل، أنه العمل لا يتم إكماله حتى إلى نهاية منتهى، فيتم إيقاف العملية قبل انتهائها، مما يعيد من تقوية هذه الجماعات مرة أخرى واستعدادها لجولات صراع قادمة. طبعا بطبيعة الحال يجب أن نوضح في الصورة، أنه عندما يقول مثلا الأخ شاهد عيان من المدينة أنه يعني ليس هناك مطلوبين أمنيا أو ليس هناك مسلحين، طيب ما الحملة الأمنية دخلت هي حملة أمنية، يفترض هذا عملها ملاحقة المتضررين الملاحقين أمنيا أو الذين تسببوا في أي جرائم في المدينة على امتداد
على امتداد أكثر من عام أو عامين هناك أكثر من 300 قتيل من أفراد الجيش الوطني، من صف ضباط وأفراد تم اغتيالهم، وتم اكتشاف أيضا مقابر جماعية في 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 هذا المربع الأمني. يعني نحن أمام جريمة واكتملت الأركان أيضا. فضلا عن ذلك إنه الحملة الأمنية راحت إلى هذه المنطقة فجأة يتم استقبالها بطريقة عكسية من سلاح ومسلحين وقناصة ومتمترسين وصواريخ حرارية، وللأسف يعني صواريخ حرارية أيضا هذه لا توجد إلا مع عناصر إرهابية تحدثت عنها المخابرات الأمريكية في تقرير نشرته CNN قبل أسابيع، أن هناك حملة، أن هناك صواريخ وقعت في يد جماعات إرهابية. يعني لم نسمع بهذه الصواريخ توجه للحوثي أبداً. يعني وهذا هذه الصواريخ يعني صواريخ ذكية جداً، ممكن أن تقلب المعركة في إطار الصراع على مع جماعة الحوثي. لكن للأسف أيضاً مثل هذه المخزنة اليوم مثلاً أنا شاهد فيديو يتم بثه مباشرة في إحدى لأحد قادة جماعة أبو العباس في المدينة يتحدث عن أنه هناك صواريخ وأنه تعالوا جيبوا هذه الصواريخ سنحرق المدينة. يعني كيف تتحدث أنت أنه ما فيش مطلوبين أمنيا وتتحدث على أنه هناك يعني فقط كان مجموعة من الضباط في أو الأفراد من جماعة أبو العباس يفترض بهم أنهم ضمن الجيش الوطني وضمن ما سمى باللواء 35، ومنطقة عمل اللواء 35 ليست في المدينة وإنما خارج المدينة، ويفترض أنهم تم نقلهم إلى خارج المدينة، لكن تواجدهم هناك وفي مخازن أسلحة ويمتلكون صواريخ ويقاومون حملة الأمنية دليل واضح على أن العملية مكشوفة وأن هناك اشتغال من خارج إطار الحسابات السياسية. أيضا هناك حسابات واشتغال إقليمي من خلال تجنيد مثل هذه الجماعات وتوظيفها في صراعات سياسية كبيرة ليست في صالح اليمن ولا في صالح المنطقة. نعم، اسمح لي أن أتوجه فقط بسؤال لسيادة العقيد. يعني سيادة العقيد، رفض كتاب أبو العباس بتسليم سلاحية والانصياع للجنة الأمنية والانخراط بالجيش كونها جزء منه، يعني لم نسمع حتى الآن لا تجريم هذه الكتاب، كل ما في الأمر الحديث عن جماعة خارجة عن القانون، جماعة مسلحة منفلتة، لم نسمع بتوصيف حقيقي لما يحدث، لم نسمع بتعليق عملها من الجيش، لم نسمع بأي شيء واضح يحدد من هم هؤلاء الجماعة المسلحة ومن يقف وراءهم، لماذا؟ طبعا كتائب أبو العباس إذا كان هناك على قيادة المحور والمنطقة الرابعة هي التي تنظم أعمال الجيش والألوية المنخرطة في صفوفها، إذا كان كتائب أبو العباس تتبع اللواء 35 فيجب على قيادة المحور أن يأخذ توجيهاته وأوامره من قيادة المحور أو من اللواء 35. لكن يبدو أنه لا يوجد ارتباط بين اللواء 35 وكتائب أبو العباس. نحن نريد أن يكون ينضم، إذا أراد أن يكون دولة ويتبع الجيش فلينضم مع اللواء 35 يعني يتبع توجيهاته. هناك أيضا قرار من اللجنة الأمنية أو من المحور بإخراج الجيش من داخل المدينة. الآن تموضع كل لواء له نطاق محدد في خارج المدينة، وهو الذي تسعى الآن اللجنة الأمنية لإخراج أفراد الجيش إلى خارج المدينة وتسلم المدينة للأمن العام والشرطة العسكرية سواء كانت داخل المدينة أو في النقاط العسكرية. هذه هو الخطوة التي يسعى إليه الآن محافظ المحافظة، وصدرت قرارات من اللجنة الأمنية بهذا الخصوص. نعم، إذا اسمح لي سيادة العقيد أن توظيفي هنا الأستاذ نبيل أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي محمد محروس من تعز. مساء الخير محمد. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولضيوفك أستاذ آسيا. نعم أهلا بك، وكما نعرف أنك وسط تقيم وسط الاشتباكات محمد، ونود منك أن تصف لنا الوضع في هذه المنطقة. نعم، في الحقيقة أنا يعني مكان عملي هو بالقرب من المناطق الاشتباك بالأجدة والأحرى، والوضع حقيقة كان مريع والناس يعيشون في يعني لحظات عصيبة وحياة
حالة من الهلع المريع في وسط وخضم الاشتباكات التي دارت، مصالح الناس أيضا الغالبية، يعني هناك من تقطعت بهم السبل، وهناك من أغلقوا أبواب محلاتهم التجارية، وهناك من فقدوا مصادر رزقهم خلال هذه الأيام الثلاثة العصيبة للغاية. وهذه الأفعال وهذه الأحداث حقيقة أحداث ليست جديدة على تعز، إنما هي أيضا نتيجة تراكمات كبيرة خلال 4 سنوات من الحرب، 4 سنوات من المعاناة المستمرة التي أنتجت مثل هذه الإفرازات التي تسيء لتعز وتسيء لأبناء تعز. وعموما الحملة الأمنية وما رافقها أيضا، هناك تجاوزات بحق المدنيين، وهذه التجاوزات الأولى أن يتم معالجتها وأن يكون هناك تدخل من أعلى المستويات، مثل لأن ماذا هذه الأبرياء التجاوزات والمدنيين لا محمد؟ علاقة لهم بهذا وبما يحدث. نعم، مثل ماذا هذه نعم التجاوزات؟ حتى نسأل معنا العقيد عدنان السقاف، يعني نسأل عن هذه التجاوزات مثل ماذا؟ نعم نحن شاهدنا صور لمدنيين في منازلهم لم يستطيعوا الخروج ولم يحصلوا على حقهم من الإسعاف. شاهدنا أيضا آخرين وهم يخرجون يحملون أمتعتهم وملابسهم للنزوح. شاهدنا أيضا احتراق لبعض لأحد المستشفيات المدنية والذي كان يقوم بالخدمات الطبية هناك، وأيضا لبعض المباني المحيطة بهذا المستشفى ولسيارات المواطنين، إضافة إلى حالة الخوف والهلع التي كانت بين في الأحياء. هذه إضافة إلى العناصر الأخرى التي في المنطقة والتي كانت تلاحق من قبل الحملة الأمنية، هي هنا المسؤولية مسؤولية مشتركة بين الجانبين، سواء بين الخارجين على الدولة من يسمون بهذه التسمية من قبل الحملة الأمنية، من قبل اللجنة الأمنية، وأيضا اللجنة الأمنية هي تتحمل مسؤولية كبيرة أيضا في هذا الإطار، لأنه هذه الحملة هي في الأساس غايتها وهدفها هي حماية الناس وحماية المواطنين وحماية السكان وحماية الأبرياء. فلماذا أنا أستهدفهم في سياق استهدافي لمن أسميهم بالخارجين على القانون، وأثير نفس الحالة التي يثيرها هؤلاء؟ نعم، إذن يعني ما هي رسالة أهالي المناطق التي تشهد إطلاق نار محمد داخل شوارع المدينة؟ نعم، أولا هذه الأحياء حقيقة هي أحياء مغيبة من وزنامة الدولة، ويعني شبه مغلقة أيضا، وهذه الأحياء الناس يعني يواجهون ويعانون الأمرين، يعني ليس فقط من الآن ولكن أيضا من قبل، ورسائلهم كثيرة. يعني الأولى أن تكون هناك يعني أساليب أخرى، أساليب أكثر نجاعة ويعني أقل خطرا وتهديدا لحياة السكان وأيضا ترويعهم، و يعني هناك مورست من الجهة من الطرف الآخر مورست أيضا ضغوط ومورست بعض الممارسات الغير مبررة على السكان. لذلك هؤلاء الناس ضحايا وهم يبحثون عن حقهم في الأمن والسكينة وأن يكونوا بعيدا عن أي إجراء يمس حياتهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي محمد محروس، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ما رأيك أستاذ نبيل بهذه النقطة، أن الطرفان يعني تسبب بالكثير من الإشكالات بالنسبة لهؤلاء المدنيين، سواء حصار المدنيين وعدم تمكنهم من الخروج لإسعاف بعض الحالات، التعامل السيء مع المدنيين الخارجين والفارين يعني حتى يستطيعوا تأمين أنفسهم، ويطالب محمد بأن تكون مثل هذه الإجراءات خارجة أو بعيدة عن المدنيين.
في طبيعة الحال يعني نحن نفترض المثاليات أيضا في موقع ليس فيه المثاليات مكان، يعني على سبيل المثال أنت في مواجهة في شوارع ضيقة ومدينة قديمة، يعني عرض الشارع لا يزيد عن متر، وبالتالي ومكتظة وغير مرتبة، وأنت في حملة أمنية تواجه جماعات متمترسة بالناس متمترسة بالمنازل، وبالتالي بطبيعة الحال سيحصل مثل هذه الإجراءات الخاطئة. لكن أيضا في نفس السياق أيضا إذا كان هناك وقطعا هناك أخطاء كبيرة ترتكب يعني من قبل الأمن أو من قبل الحملة الأمنية، لكن هذه الأخطاء أيضا هي ليست مبررة، لكن أيضا لا يمكن يعني كيف سنستطيع أن نتحكم بها أصلا. الكارثة تكمن في المتترسين الذين أو في الذين احتموا بهذه المدينة وسببوا كل هذه المصائب للمدنيين الأبرياء الذين لا دخل لهم بهذه الأعمال التي يقومون بها. وبالتالي اليوم الحديث عن الأزمة الإنسانية أو على ما حصل يعني هو نوع من تضخيم للمشكلة مما أدى إلى إيقاف الحملة دون اكتمالها، مما سيعيدنا إلى المربع الأول. يعني نحن الآن ربما في المرحلة الثالثة من إقامة وتدشين حملة أمنية لتصفية مطلوبين للأمن، ولكن يتم إيقاف الحملة قبل انتهائها مما يعظم من الإشكاليات. ارتداد مثل هذه أنا باعتقادي عدم إكمال الحملة الأمنية لعملها ولمهمتها هو سينعكس سلبا أيضا وفي فيما يتعلق بتضخيم حجم التضحيات التي ستطلبها أي عملية في مرحلة سابقة لاحقة، إن لم يكن ذلك سيؤدي إلى تفجير الوضع في أماكن أخرى ويتسبب بمزيد من الويلات للمدنيين الذين يجب أن يتفهموا دور الأمن، أن يتفهموا القيام بمثل هذه العمليات، لأنه نحن في وضع مختل أمنياً وفي وضع في إشكاليات خطيرة. يجب أن يتفهم المواطن كما يجب أيضاً أن تتفهم السلطات الرسمية. اليوم السلطات الرسمية يجب أن تصحح الأخطاء التي ارتكبت، من ضمن هذه الأخطاء أيضاً مسألة الحصار الشامل، أيضاً من هذه الأخطاء أيضاً ممتلكات الناس، يجب أن يعوض كل من تسببت هذه المواجهات الأخيرة أي أضرار لمنزله أو ممتلكاته أو سيارته أو محله. وبالتالي يجب أن تقف السلطات المحلية موقف يعني مسؤول أكثر مسؤولية. نعم. هذه الأخطاء. إذن نعود إليك سيادة العقيد، يعني تحدث معنا الصحفي محمد محروس، ربما استمعت إليه، عن تجاوزات بحق المدنيين من قبل الحملة الأمنية، وربما طالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الاحتجاجات لكثير من تصرفات اللجان الأمنية. يعني يفترض كما قيل بأن تكون أكثر يعني تعاملا حسنا مع المدنيين، أكثر روية، يعني هناك فضاضة في التعامل، وهناك أيضا تجاوزات من خلال اقتحام المنازل بطريقة غير لائقة ب يعني الأمن والجيش. ما هو تعليقك؟ طبعا هي صدرت تعليمات لهم بأن حماية المدنيين يجب أن تكون مكفولة، وحقوق المدنيين وحقوق المواطن بشكل عام مكفولة للمواطن، وحريته وكرامته هي الأساس. نحن لا نقبل المساس بالمدنيين، ويجب مهما نقدم تنازلات من أجل ذلك. لأن تتوقف الحملة الأمنية في سبيل تأمين المدنيين وتأمين المواطنين هذا لا يهمنا، يهمنا سلامة المواطنين وسلامة المدنيين وأن يتحركوا في مناطقهم بحرية. لكن ما حدث من تجاوزات هذه سيتم التحقيق فيها، وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص، وكل من ثبت ضده أنه انتهك عرض أو مس بكرامة مواطن أو أخذ ونهب سيحاسب وسيتم التحقيق معه وستتخذ ضده إجراءات صارمة. هذه ما خرجنا به وما قررت فيه اللجنة الأمنية وكذلك إدارة عام شرطة تعز. لن نسمح بأي انتهاك للمواطن أو نهبه أو انتهاك حريته. نعم، إذن الحملة الأمنية تؤكد التزامها بتوجيهات المحافظ بوقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة لتسليم العناصر المطلوبة والمسلحة في نفس الوقت. لا يزال المدنيين عرضة للقصف، كيف تفسر ذلك؟ إذا كان هناك الحملة الأمنية نفذت التوجيهات وانسحبت، لا يزال الآن هناك قصف، لا ندري من لماذا يتم القصف. الحملة الأمنية غير موجودة، إذن هناك من يريد أن
يتسبب في يعني زعزعة الأمن ويلصقها في الحملة الأمنية. الحملة الأمنية غير موجودة، ولا تزال نسمع بعض الطلقات النارية من في المكان في بين الحين والآخر. هذا نعم. دليل على أن هناك من يريد زعزعة الأمن. نعم، إذن هناك من يتساءل سيادة العقيد أنه في كل مرة تقام فيها حملات أمنية لإنهاء مربعات الفوضى والرعب في المدينة، تتراجع هذه الحملات الأمنية وتتوقف لتعود بعد مدة زمنية بعد أن يستعيد ربما تستعيد هذه العناصر توازنها وترتيب نفسها من جديد. هل نتوقع هذا التوقف أيضا يشابه ما سبق؟ يعني احنا كما قلنا، مهما كان حماية المواطن وتأمينه وحماية يعني أرواح المواطنين هي تعتبر الركيزة الأولى، مهما إذا خسرنا أي خسائر، لكن في سبيل تأمين المواطن وتأمين روحه وممتلكاته تهون كل شيء. الغرض هو تأمين المواطن وبسط نفوذ الدولة في هذا المكان. لكن إن شاء الله ستستعيد الدولة قوتها في أي وقت كان، المهم أنه لا يحدث أي انتهاك لكرامة حقوق المواطن أو المس بنفسه وعرضه. نعم، إذن أعود إليك أستاذ نبيل، يعني جماعة أبو العباس الآن خارج المدينة وتفرض نفسها على المناطق الريفية بصورة أو بأخرى، تقطع الطرق، فيما المدينة يعني تم زراعة أسماء جدد خلفاء لأبي العباس، برأيك من يقف وراء ذلك؟ هذه لم يعد لغزا، ولم يعد يحتاج إلى إجابة في مثل هذا. أبو العباس عبارة عن وكيل للميليشيات الإماراتية أو للإمارات في تعزوة، ينفذ نفس الدور الذي يقوم به هاني مبريك وجماعات الاغتيالات التي تمت في عدن وفي غيرها من المناطق المحررة في الجنوب. نحن أمام إشكالية خطيرة تتمثل باستخدام هذه الجماعات المتوحشة المسلحة التي لا تمتلك مشروعا سياسيا ولا رؤية سياسية، بل تكفر السياسة وتكفر التعددية وتكفر الديمقراطية. هذه الجماعات خطرها خطر كبير، لأنها تفتقد معيار الوطنية ومعيار الأخلاق أيضا، فضلا عن معيار العمل السياسي أو السياسة. وبالتالي ما يقوم به أبو العباس وهو المصنف إرهابيا، ما يقوم به تحت غطاء الكارثة الكبيرة ليس في أبو العباس. أبو العباس معروف أنه يؤدي دور معين من قبل الممول الذي موله ومول أسلحته التي يقاتل بها، لكن الكارثة الكبيرة أن هناك أطراف سياسية في اليمن وأحزاب سياسية تسمى نفسها أحزاب سياسية في إطار عملية سياسية هي التي تدعم أو تمثل غطاء سياسيا لأعمال هذه الجماعات، كما رأينا اليوم مثلا في بيان تنظيم الوحدة والشعب الناصري فرع تعز، كان عملا بيانا مخزيا للغاية، يعني لا يمت إلى السياسة ولا يمت إلى منطق المصلحة، حتى مصلحة المدينة حين يتحدث عن أن الحملة الأمنية هي خروج عن الهدف منها، أو بمعنى آخر أنه تحويل القضية إلى مناكفات سياسية مع خصوم سياسيين. هذا عمل لا يقوم به أو لا يحتمل منطق العمل السياسي بقدر ما يحمل الكيدية السياسية. وبالتالي المطلوب من كل الأطراف السياسية اليوم في تعز خاصة، أنه تعز اليوم يعني توقف عملية التحرير عند هذا المستوى هو نتيجة لوجود مثل هذه التجاذبات السياسية التي يعني قد يكون خلفها، نحن الآن في الصورة لا نرى، لكن قد يكون خلفها أيضا تواصلات مع جماعة الحوثي واتفاقات بينية مع الانقلابيين فيما يتعلق بمصير مصير المدينة ومصير المعركة. وبالتالي نحن نرى بين حين وآخر ظهور المطالبة ب يعني بعض ناشطيهم اليوم مثلا يناشدون الحوثي بالتدخل في المدينة. يعني نحن أمام كارثة حقيقية فيما يتعلق بمستوى السقوط السياسي لبعض هذه الأطراف السياسية. نعم، إذن كيف تفسر نائب الحكومة عما يحدث في تعز؟ يعني وكأن المسألة خاصة بالجيش والمحافظة. الحكومة هي الحاضر الغائب، الحكومة مغيبة منذ 4 سنوات، طال بها المقام في المغترب وفي المنفى وفي المنتجع الذي ذهبت إليه، وبالتالي لا تتوقعون خيرا أو شيئا ذي قيمة وذي جدوى في إطار هذه المناكفات التي يحصل. نعم، إذن شكرا لكما ضيفي العزيزين نبيل بكيري الكاتب والباحث، كنت معنا هنا في الاستوديو، كذلك ولك العقيد عدنان السقاف مقرر اللجنة الأمنية نائب مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.